السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من تحويل الفكرة إلى مشروع. في عنا هون اليوم فكرة جديدة للجميع، طبعا جدا قيمة وشوية غريبة وغير عادية. سأدلكم على شيء يعني تفحصونه وترون فيه إن شاء الله فائدة كبيرة. هو عبارة عن استعمال أو نجد هذا الموضوع في موقع eBay.com. بندخل بنضع كلمة بوكس كتب وبنبحث هذا الأمر. طبعا ماذا يعنينا هذا الموضوع؟ احنا يعني مش راح نشتري كتب من eBay ولا أي شيء، لكن في فكرة معينة شفتها في eBay ممكن تساعدكم كثير وتوجهكم لأشياء كثيرة جدا. معروف في إيبي بيبيعوا كثير شغلات اللي هي قديمة أو هاند ميد أو فينتج، اللي هي عبارة عن عمر كبير، يعني عمر أكثر من 20 سنة بالنسبة لقيمة هذا الشيء، يعني إن كان كتب ولا أي شيء ثاني، إن كان عمره فوق 20 سنة فبيكون سعره كثير عالي. طبعا انا دخلت كتبت كتب، راح ندخل ونبحث هون في البيست ماتش، نغيرها ل هايست فيرست، اعلى شيء، يعني اعلى سعر للكتاب ده. فرجيكو المفاجأة، يعني راح تشوفوا مفاجأة كبيرة جدا، وهي هذه. راح تقولوا في كتب عن جد بهاي السعر؟ يعني هنا كتاب احمد ناريزي براي بوك، كتاب الصلاة مش عارف لسلطان حسين، مش مشكلة، هذا طبعا قديم جدا هذا الكتب. سعر الكتاب اذا بتلاحظوا هنا سعره جدا كبير، يعني 3.5 مليون دولار بالضبط، زي ما سمعت 3.5 مليون دولار سعر كتاب قديم. طبعا مش حيلا كتاب، مش اي كتاب، لكن هذا كتاب قيم جدا وكثير مطلوب من جهات المتاحف او المحلات او السلطات تبعات اللي بيبحثوا وبيخزنوا عندهم تراث واشياء تراثية تعود للدولة مثلا او تعود للجامعة. في جامعات تبحث عن تراث معين وتدرس علم التراث وبدها أشياء تراثية وتدفع ملايين بالنسبة لهاي الشغلات. أوكي، فهاي فكرة. وفي كمان لو ننزل تحت شوي في كمان كتاب ب2 مليون دولار. مش راح نكون ندخل في التفاصيل كثير. انتو بتدخلوا بتكتبوا زي ما كتبت بالضبط بوكس كتب، وبتدخلوا في السعر العالي وبتشوفوا بعيونكم، يعني تفحصوا هالأمور. الحلو في الموضوع ان هاي الكتب يعني مطلوبة جدا. تخيلوا هون مثلا هذا الكتاب ب396 ألف دولار، وفي حوالي 20 واتشنج، يعني 20 واحد تقريبا معني بالموضوع مستنى تغير الأسعار، ينزل أسعار شوي أو يتغير أشياء مشان يشري. كمان هذا نفس الشيء 49 واحد حاليا واتشنج، 124 واحد منتظرين السعر او منتظرين انتهاء هاي الحملة او البيع، او حاولين يشروا في اخر لحظة وهيك شغلات. يعني هاي طبعا الناس بحاولوا جديين بحاولوا يشروا، وفي ناس كمان مهتم في الموضوع. هذا 320 ألف طبعا هاي الاسعار كتب. طبعا هذولا مش اي كتب، مش كتب عادية، هاي كتب تعود إلى القرون القديمة، يعني في كتب إلها أكثر من 100 سنة عمرها وأكثر من 150 سنة وأكثر من 200 سنة. في كتب طبعا في كتب كمان 20 سنة و50 سنة لورا. إذا بندخل لهذا الكتاب بنشوف شو هو، شو في من جوا، ممكن يعطينا تفاصيل شوي غير إنه مثلا عبارة عن سبحان الله، يعني كأنه كتاب ديني قرآني أو أي شيء زي هيك.
طبعا ممكن تشاهدوا بنفسك وتشوفوا بين عليه كتاب قديم. طبعا هاي اغلب الكتب بتكون مختومة الى ختم او الى شهادة معينة انها قديمة، مش حي الا واحد بيقدر يجي يقول هذا كتاب قديم، لا، انه انما بيكون احيانا عليه ختم معين او عليه علامة معينة تدل على انه عن جد يعني قديم. شو الفكرة من وراء الموضوع؟ الفكرة ان احنا في الدول العربية موجود كثير جدا هيك كتب قيمة، اشياء تراثية روعة، ممكن تنزلوا على الاسواق، على محلات فيها متاحف او تحف او كتب او شغلات، كتب اللي هي مندثرة، اللي هي متروكة، اللي هي الناس مش مفكرين فيها ولا معطينها اي سعر ولا اهتمامية، فممكن بسهولة تشروا تصادفوا كتاب قيم يعني وتفكروا عن جد انه قديم وانه كويس تفحصوه. ممكن تفتحوا حساب في اي بي هون مثلا وترفعوا للبيع، يعني هاي فكرة عظيمة جدا. طبعا بكفي كتاب واحد تبيعه في حياتك بكون ممتاز، ب3 مليون دولار بكفي كتاب واحد او نص كتاب حتى. طيب شيء ثاني، موضوع ثاني، اوكي، موضوع ثاني برضه في اي بي، نفس اي بي، دخلت هون كتبت دلة كوفي، عبارة عن دلة، هاي الدلة شوفوا شو سعرها، طبعا قديمة، هي نوع من القديمة نوعا ما يعني، هذا تباع ب150 ألف دولار، أوكي، معروضة للبيع ب150 ألف دولار حاليا، يعني حاليا هذا اليوم إنها معروضة، يعني لسه ما انباعت لكن معروضة بهذا السعر. تخيلوا معي، هذول معروضات ب4000 دولار، حوالي 3400. طيب خلينا نشوف هو انباع منه ولا ما انباع، يعني خلينا نحكي انه في اشي انباع ولا لا، خلينا يكون يعني مشان تطمنوا تشوفوا بعينكم انه هاي الشغلات التراثية، التحف الموجودة عندنا في كل بيت عند اجدادنا، انا عارف كل واحد يدور تلاقي كثير هيك شغلات قديمة في سوق التحف والنحاس، وهيك شغلات موجودة بكثرة يعني، ممكن تنظفها وهيك تعرضها للبيع. خلينا نشوف سولد ايتم هون، نضغط عليه شو انباع وبنشوف انه في عن جد. هاي هذا واحد هيك انباع ب2300 دولار، هذا انباع ب2100، واو هذا انباع واو 700 ألف دولار، 700 ألف دولار، طبعا هو عليه خط هيك لان سعره كان اعلى من 700 ألف دولار، بس هو اتفقوا هو البائع على السعر هذا و على بيست اوفر اكتشبتد، هي مكتوب بيست اوفر اكتشبتد يعني انه اكتشبتد انه قبلت، يعني انه اتفقوا هو البائع واشترى 700 ألف دولار هيك دلي او بكرجة بنسميها تبع قهوة. سبحان الله في اشياء غريبة في الدنيا. طبعا 25 ألف دولار، طبعا انتوا بتتفاجئوا وانا بوريك اشياء يعني يمكن اول مرة تشوفوها، يمكن انتوا كمان عندكم خبرة شفتوها، لكن في اشياء غريبة بتصير وكل شيء له سعر وكل شيء قيم جدا، زي ما قلت لكم الفينتج، الاشياء القديمة واشياء الهاند ميد لها سعر مخيف في هذا الدنيا، سعر قوي جدا، فانتبهوا لهي الشغلات يعني يعطوها قيمتها بتستفيدوا جدا. طيب مشان احنا نمشي في الوقت ما نتأخر عليكم، موضوع حلو جدا جبت لكم اياه، ممكن تستفيدوا منه كمان فكرة كمشروع، يعني هاي فكرة وانت تبدأ تستفيد منها ماديا او تفتح مشروع او تستفيد منها. ليش الشباب ساكنين كل شخص ساكن قريب للشاطئ البحر، انا عارف في عنده بحر، ممكن يشتري جهاز بسموه ميتال ديتكتور جولد، يعني هاي كاشف الحديد وكاشف المعادن وكاشف الذهب، فبسهولة جدا بتمشي على الشط، بتمشي على الشاطئ في ساعة الفراغ، في ساعات أي بدك أي وقت يعني، وتكتشف هناك كثير شغلات، يعني في بيجي منطقة سياحية كثير بينزل من السواح بضيع منهم، بيضيعون عارف ذهب، سلاسل، خواتم، وفي الأغلب بيكون كثير ذهب يعني. مشان تبحثوا الأمر هذا وتاخذوه بجد، ادخلوا على اليوتيوب في كثير فيديوهات عن هاي الأجهزة، بكتب هون في اليوتيوب ميتال ديتكتور جولد ديجر، اوكي، هذا بيحفر على الميتال على الذهب، طبعا بتلاقي كثير شغلات خلف هيك،
غير الذهب. لكن هون في فيديو هون حلو، ادخل عليه شوف هذا الشخص كيف ماخذ الموضوع بجدية وبيشتغل، يعني كل يوم بمشي وبلاقي كثير شغلات، كثير خواتم، كثير سلاسل، كثير أشياء مفيدة. ممكن أحيانا بلقى كنوز، ممكن يلقى شغلات غريبة. سبحان الله، الدنيا فيها كل شيء. بتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، وعن جد كل فكرة ممكن تحولها لمشروع، فكروا في الموضوع واهتموا واتركوا لي تعليقات أسفل الفيديو. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، وتابعونا إن شاء الله في فيديوهات قادمة.